عذراً لم تعد فلسطين على خرائط العالم. هل تبحث عن فلسطين في محركي البحث جوجل أو أبل؟ ربما عليك البحث في قلبك، فخرائط عملاقي البحث ضاقت على ما يبدو بالتاريخ والجغرافيا. تبحث عن فلسطين فتجد إسرائيل، هذا هو المطلوب أصلاً. هي خطوة تعني مباشرة الأجيال الجديدة. المطلوب هو تجريد هذه الأجيال من أي ذاكرة. إنه استكمال لحملة ممنهجة ومنظمة كنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة وتبعات صفقة القرن وتهويد كل الأراضي الفلسطينية المحتلة والاستيطان المتوحش، جريمة الاحتلال ومن يدعمه تحصل هذه المرة على صفحات المستقبل لعالم التكنولوجيا والافتراض والحداثة. ضعيفاً بدا تبرير شركة جوجل بقولها إنها تعرض ما سمته المناطق المتنازع عليها بموضوعية باستخدام خط حدودي رمادي منقط. فهل يمكن حذف فلسطين من خرائط التاريخ؟ وبأي حق تكون الأصل وحدها ثم يظهر اسما فلسطين وإسرائيل وبعد ذلك تحذف فلسطين كلياً؟ ومن قال إنها أراض متنازع عليها أصلاً؟ إنه استخفاف مقصود كما قال وزير خارجية فلسطين رياض المالكي للميادين، كاشفا عن اللجوء إلى رفع قضية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لدى الجهات الدولية المعنية. فعلة جوجل أقدمت عليها عام 2016 وأثارت حينذاك حفيظة كثيرين حول العالم، ولاسيما أن المسألة مرتبطة بسياسة عزل لمفهوم المقاومة من أساسه. فعلى الشبكات العنكبوتية ممنوع عليك أن تضع أي شيء يتعلق بالمقاومة الفلسطينية واللبنانية تحت طائلة إلغاء حسابك. فما هو هذا الفضاء الممسوك أمريكياً وإسرائيلياً؟ فضاء اجتاحه هاشتاغ Palestine is here للفت نظر موقعي البحث إلى خطئهما التاريخي. فهاجس حذف التاريخ يؤرق الكيان وداعميه. فلسطين كابوسهم باسمها وصوتها وإنسانها، تماما كما يظهر هذا الفيديو لفتى فلسطيني في مواقع التواصل الاجتماعي الذي تهكم على طريقته من فعلة جوجل وأبل بعرضه شريط فلسطين الكرامة والشرف في صور سريعة ورسالة ختامية تقول: أنا فلسطيني وأفتخر بأنني لست على خرائطكم.